خد حاجة أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا مدام لميا؟ الحمد لله بخير. ازيك يا شيخ حوادث؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا يا حاجة. انا سؤالي يا شيخ النهارده اي سؤال عندكم يعني لو سمحت. استأذن حضرتك بس تعلي صوتك شوية، ماشي. اتفضلي. بقول لك انا سؤالي ان انا مؤمنة بالله ونعم بالله. والحمد لله، يعني دايما بصلي واصوم وبرضي صدق ربنا، الحمد لله. بس مش عارفه ليه يا رب مش مستجاب لي دعائي دايما، يعني مش مستجاب لي. دايما مش بيستجيب ليكي. مش عارفه ايه السبب، يعني انا جوزي تعبان، تمام. عمل عملية غضروف في ظهره وعندي عملية تانية، وتعبان ويعني والظروف على الكد خالص، وعلي ديون، ويعني الليل ده مش لما انام من كثر الديون اللي علي، وبدعي ربنا في كل وقت اني يفك كربي، وبستنى الفراجة بعد الدعاء، ولقي الحال زي ما هو، وخلاص والله نفسيتي يعني تعبت تعبت على الآخر، مش عارفة يعني اتوصل لربنا ازاي عشان يستجب لي. طيب ممكن استأذن حضرتك تسيب لنا رقم تليفونك في الكنترول؟ خلاص ماشي، يا ريت بس وانت برضه تاخدي رقم يا مدام لميا، عشان حاضر برضه انا عايزه اكلمك يعني بيني ما بينك كده. حاضر، هياخدوا رقم حضرتك دلوقتي. خلاص عند حضرتك اي حاجة تانية عايزة تقوليها؟ لا شكرا. طيب نشكر حضرتك. تابعين، ناس كتير قوي بقى بتسأل السؤال ده، هو انا ليه بدعي وربنا ما بيستجيبش دعائي؟ نعم، لان احنا مستنيين ان الدعاء يترجم زي ما احنا عايزين. زي ما احنا عايزين، بس الدعاء قد يأتي بغير ما تدعو به وأنت لا تدري. يشيل الأمر ابتلاء، الثاني يشيل حاجة بالضبط. كانت شديدة يخففها. نعم، الأمر الآخر إن قد يظل البلاء فترة من الزمن، لأن الله يريدك من هذا الباب، عايز يسمع شكواك، عايز يشوفك وأنت بترفع إيديك، يريد أن يراك وأنت ترفع يديك إليه. فلذلك إحنا يا جماعة لما حد يفضل يدعي 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 ويقول لك أنا بدعي ما بيستجبش ليه، يبقى كده ربنا مش عايزني. لا، عندما أذن لك بأن ترفع يديك إليه فهو يريدك. ليه؟ لأنك أنت مش هترفع إيديك لربنا إلا وقد امتلأ قلبك يقينا بأن لك ربا ترفع الأيدي إليه. بس دي لوحديها عبادة. لذلك سيدنا النبي يقول الدعاء هو العبادة صلى الله عليه وسلم، في رواية الدعاء مخ العبادة. إذن الدعاء ده نوع من أنواع العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، يبقى لما أنت بترفع إيديك لربنا دي ده دليل على أنك علمت أن لك ربا ترفع إليه الأيدي لقضاء الحوائج. طيب أنا مطالب بحاجة، مطالب أن أنا لما تنزل بي ضائقة أرفع إيديها لربنا. طب وربنا يكشف عني ما نزل، لأن هو القادر على كشف ما نزل. طيب ظل ما نزل بي فترة من الزمان، إذا الحكيم هو الذي أبقاه علي فترة من الزمان، فما أبقى الله عليك البلاء مدة من الزمان إلا لأنه يريد أن يطهرك من أمور أنت ربما تعلمها أو لا تعلمها، أو يريد أن يرفع عنك يعني ذنوبا. فلذلك دائما نرضى بما أعطانا الله تبارك وتعالى. لذلك ده كان الجزء الثاني من الحديث، اتق المحارم تكن أعبد الناس، دي أول حاجة. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.